على سلامتكم. احنا توا كالعاده في ريانه هكا ولا شادة باش نمشيو نشوفوا الاسوام كالعاده. اي نشوفوا الاسوام نعملوا دوره ومن بعديك نقضيوا قضيتنا بالطبيعه. وهكا هو ما بقى لنا كان باش نمشيوا هذيا قفيفتنا وهذيا فلوس قضيتنا. اي نسي حاجه باقي نسي حاجه. اي نلبسك البس لك البافيت. هذيا بافيتي. اي نلبسوها وننطلقوا. اي نلبس 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 تو تو. تك تك. اي اخويا. بس فاضي شفم اخويا اش ثم فمك تشوفها مسكر. انا المارشي اخويا. شكون مسكر عليك؟ والله البلدي. تامس يا سماح. انا اخويا هاي الحانوت. كنا ناصبين كان جاونا به اخويا جا وسكروا المارشي سكرونا شهر ونص رجعنا نخدموا سكرونا باب المارشي اخويا. باب محلول وباب مسكر. ما غادي محلول انا نشغل لك حجر صحي ولا والله ماني فاهم شيء. الحجر الصحي كان على المارشي. على المارشي الحجر الصحي كان على المارشي. الحجر الصحي كان على المرشيه من الانتساب الفوضوي والبرة والعباد على بعضها والواحد ما هوش حجر صحي. كان هنا تفرج خويا ناس ماتت بالشر، تفرج ناس حواناتها سكر بالرسم يموتنا. انا واحد من الناس عندي زوز عائلات وهذايا ثلاثه. تفرج احنا فاش ناخذ مو خويا. يسلمك على شويه. الله يعينك. على شنو ريانه شنو المرشي شنو الدنيا؟ ريانه بالنوار يا صاحبي والدنيا عصافير تزقزق والحمام يحلق في السماء. ايه ايش من الجو هذا صاحبي؟ يقولوا الحريف. حريف؟ انا حريف؟ اللي بشيك اللي بش يقضي. ياكل هو ياكل البر وانا اموت انا. انا هذايا قبر. هذايا قبر. قبر نقول لك خويا نحكي لك من الاخر انا مضرور اي ما تدخل حل السوق سكروا البيبان الاربعه منه ومنه ما يدخل حد. يدخل كان اثنين ثلاثه. واحد انت عين تو بالعين مكان. تلقى باب محلول هكاك الزغرادي كان يدخل لريانا، ريانا كان باب محلول كان فيها الخزاره بزايد والناس تتخاد والناس تاكل وتشرب. تو ولا القوانين وكل واحد يجيب قانون من راسه. هذا هي وهذا اللي في نفس الحال. على خاطر كورونا؟ لا لا كورونا على البر وكورونا مش علينا احنا هنا. البر فما كورونا البر هنا فما كورونا البر فماش كورونا. باش تقضي تو؟ والله دخلت للحوت خذيت شويه سفن. عندي القضية أنا ما خذيت شوية سفن وجيت والله نخلص في الماء. نخلص في الماء. أنا نقضي. وش أخذ شوية قضية؟ أنت بنت ريانة؟ أنا بنت سيد سفيان برج الوزير. برج الوزير. برج الوزير. وشنو هي دبارة اليوم؟ شنو هي ورا سكنتي ورا ولدي ما زلت لا دبرت. عندي القضية الكل ما زلت ما دبرتش. أما الأكثرية الأكثرية باش نعمل طاجين مغربي. طاجين؟ مغربي. مغربي. نقولوا له طاجين مغربي. هو مصلي. كيفاه طاجين مغربي؟ مصلي. اي هو مصلي طيب مصلي لكن يتسمى طاجين مغربي. اعطينا طاجين تونسي. طاجيننا التونسي عاد ما هو دجاج وجبن وعظم. كانوا نتاع ملسوقه تحط له اللوبيا والملسوقه وجبونات وقوطه وكانوا. اعطينا نتاع المغربي كيفاش؟ نتاع المغربي ماهوش طاجين، هو اسمه طاجين مغربي لكن هو مصلي. مصلي فيه الكسبر وفيه فيحات اخرى، فهمت؟ والله كل نهار وقسمه كل يوم وكيفاه. واحد يتوكل على ربي وكل نهار وش ياكل به. دخولنا نحن ما غادي قال لك الباب مسكر وما فهم مشكله. اي ناقصه الخدمه هي، ما هذيك هي كهو عباد. فما عباد خايفه، فما عباد تقضي كيما قلنا نحن يقضي بالجمعه، فما اللي فما الزوالي ما عندوش كل واحد كيفاش. قداش في من باب مرشد؟ في ثلاثه، زوز مسكرين وواحد محلول. مسكر حتى هذوكم الزوز، واحد يخرج واحد يحبوا. ها الكبير الكبير هذوكم يدخلوا الكمين الصباح بكري، يدخلوا الساعه وبعد يسكروه. كان هذاك هاو. شنو البافيت؟ هذا فازة تشطح في الهواء. جديدة باهي. أنا نبيع في السكان ولا نتعب 50 فرنك، نبيع في السكان ب 100 فرنك. صار أنت خدام على روحك. خدام ما عنديش مواد رزق نعيش به. هذا اللي بيع في السكان. أنا زوالي واحد عام. ما عنديش. برجوزي. أما أنا ولد رينا، أصلي ولد رينا، أما كاري في برجوزي. رفيق
قضيته صحيح. والله قضيت خويا ولا سوام اش نقول لك، فضل ما عند ربي على قبل. الفلفل كان ب 2300 ب 2400 ولا ب 1200 ب 1500، البطاطا ب 980 مي كانت ب 1500، السلطه كانت بدينار 200 ولا 800 ب 500. سوام الحمد لله ربي، اما اللحم هو اللي غالي ولا الحوت هو اللي غالي فهمني خويا، والدجاج هو اللي غالي، على قد واحد يمشي على قد ظروفه هذيك هي. اما السوام خير، كان مرشي تعب ما في حتى ما تتشد، اللهم صل على النبي قلدوه وعقموه ورقلوه نظيف، ولا اللهم صل على النبي هذيك نصيب الخيسه نتاع بلال الرخص الواحده كل واحد يبيع حاسيل. من ريانا؟ انا بوع جده من ريانا. قد يوم رجلك وش ولا الحمد لله 30000 فرنك شوف يا قضيه 30000 فرنك 30000 فرنك ما شاء الله. وفضل من عند ربي وبركه تنزل فيها البركه راه والحمد لله اخوي. وشنو هي دبرت اليوم؟ شنو هي ثقافات اليوم؟ والله اللي كتب ربي باش نعملوا حلال، باش نعملوا كفتيجي، باش نعملوا طاجين. هذه دبرتك انت ولا المدام؟ لا المدام. هاك نعاون انا في كيما نقولوا اللي كتب ربي ناكلوه، وساعه العين تاكل العين، ساعه ساعه تضرب الشربه. هي تقول لك المدام مقضي لي ومش طايب. هاي الورقه موجوده لهنا، كل شيء. هاي بابا كل شيء موجود اخوي لهنا، هاك الورقه. فهمني هاك العظم الجبن موزاريلا فهمني كذا بصل بطاطا فهمني. ما تبغيش نقص عظمته. لا العظم سيء. ها ولا هنا مخبي لهنا. ما زلتش شتفت عليه. ما زلتش شتفت عليه. تو الغله هذه 2800 فريز، الموز 6400، ها البوسا ب 4000 عسم اخوي. الدقله 11800. 11800. الدقله اعطينا الاسئله تاع الغله ترى. 11800، بنان 6400، الفريز 5600، البوسا 4980. ها؟ والشاري وينو؟ الشاري تو يجي. الشاري تو يجي. تو هذاك يقول لك يحكي لك عليه يقول لك راه غالي، هذا هيك تو شتاه راه. ها؟ والدقلة غالية. الدقلة هذيك هي الباهية تلقاها من هكاك غالي. فما راهي الدقلة أنواع راه. والبوصاع مازال كي تاعها البوصاع. مازال فيها البوصاع تاعها. الساك هذيا البارح فايم طاجين عملته في الدار تكلفني ب 30 دينار. فايم طاجين؟ اي. 30 دينار 30 دينار ما عملتها في طبيخ بالله في الدار. ما تجيش نجمت في الطبق من الكوشه تلقاه. هي تيح الطبق والتاجين مشو. طلعت نبلي. هاني هبطت توي خذيت الطبق اخر جديد وخذيت معاه شقر بالارضي كلفوني ب 30 شوف الطبيخ ب 30 صدق لا طاجين البارح لا شيء. والله ما كليته. والله ما كليته. كيف كل شيء هكا هكا. اليوم عاود الطاجين. لا باش ندبلوه له. ندبلهم ورد بالك مولاها ربي. شوف في الحمص شوف في الغلايه اخويا فهمتني واحد مش خالد حتى على شيء سبحان الله والله هو بربي تو شاخذ فهمتك شوف البقري قداش فهمتني قداش باش ياخذ اللي عنده عائله كيف انا فهمتني كيفاش فهمتني قداش باش تاخذ باش تاخذ كيلو باش تاخذ رطل باش تاخذ نص رطل فهمتني يعني ما يكفيكش هاك تشوف انا الدور قاعد ندور في المرشيه فهمتني كان الغلايه ما تلقى ما تاخذ شنو فهمتني كل واحد مش كل يوم بطبيعه الحال اخويا واحد كل يوم خطوه في رمضان كل يوم تقضي كل يوم انت باش تجي تاخذ زوز كيلو لحم مستحيل واحد باش ياخذ زوز كيلو لحم الحريف مسكين ما عندوش فلوس فلوس ما عندوش هو بلي زيد البلديه مسكر علينا البيبان ما ثماش خد انا هو الباب شوف فيه باب هذاك شوف فيه باب باب تاع دار هذاك محلول برشا بيبان ثم ثلاثة بيبان باب اثنين ثلاثة أربعة بيبان ثم هذا الوحيد محلول هذوك مزود مسكرين وكان واحد برك واحد برك محلول كانش تحبوا يدخل اليوم هذه 23000 10250 واقفين تستقبلوا في الحرفاء الحرفاء ما فماش فماش حرفاء بيبان مارشي مسكره وين الحرفاء في باب واحد الدخول والخروج كملين يجيك الحريف ما تدخلش نحيدها تو من الغش يشوفوا لنا حل في البيبان وينظمونا وخلينا نخدموا على الروح وهذاك اش طالبين نحن مارشي يكشف فيه فرق اعمل دوره شوفوا المرشي كلها موجوده والعباد ما فماش الفلوس ما فماش هي الفلوس ما فماش عن الكل اما حتى شويه شويه بالنص طن نبيعوا بالدينار نبيعوا عباد ما فماش فهمت صاحبي لازم بالكيلوات هي رطل يعش
والحمد لله. عسلامة أختي. عسلامة دام. عسلامة. عايشك. قضية رمضان معاكم. أي مرحبا. كنت بجاد. بجادني خاطر ما ريتكش جيتي من التالي. شنو هي أمورك؟ شنو هي الفطر شنو هو اليوم؟ والله مازلنا أنا خرجنا نقضي وربي هو اللي يعمل الليل. إن شاء الله ناوي عاملة مبطن نتاع قنارية. إن شاء الله ناوي. كيفاه؟ مبطن. مبطن؟ نتاع قنارية. كيفاه هذا؟ اللحم حشاك معدنوس بصل وعظم تلفهم في الشابلير من الاول ومن بعديك تلفهم في الفرينه والعظم وتقليهم تعمل لهم صوص شويه مرقه شويه زومه بعد سقطهم. شنو الدجاج شنو ماشي الدجاج؟ والله بدات تتحرك شويه لاباس تو تحسها لاباس تتحرك؟ بدات تتحرك تحسها لاباس خير من النهارات الاولانيين. وين العباد؟ انا مانيش العباد. العباد حجر صحي وناقصه شويه تو كي بدات تتحرك شويه ان شاء الله لاباس. بحول الله لاباس. حومات غاديكا قلنا فارغه اما الدجاج حتى التونسي ما عادش ياكل دجاج. عادش ما عادش خالط على شيء التونسي. كيفاش تبيع الدجاج يعني عايد الدجاج؟ كيفاش تبيع الدجاج يعني؟ ها كومون جو فان لو بولي يا تو سوا دي بري سا ديبون دو كومون تو فو يا تو سوا دي بري. انت تاكل دجاج؟ وي تاكل دجاج وي وي. كيفاش جيت لتونس هنا كيفاش؟ ولي تخدم هنا كيفاش جاتك الفكره؟ تونسي ان توكا لو موا دي كوم ابل كورونا فريمون لا تونيزيان ايز ايتي جونتي افيك نو فرانشومون دي ديفون ديو ايز ابل لا نوا بو دوني مانجي بو فير لي دون لاجون. وي وي فوالا نو سي ان جينيرال جلوبال جو في دي لا تونيزيان ان توكا نو زون بوكو ايدي نو. Nous, chose qu'on m'appelle, nous les étrangers qui sommes en Tunisie, voilà, ils nous aiment beaucoup aider. La nourriture, de l'argent et puis le loyer. Ce mois-là, le mois passé, on n'a pas payé le loyer. Les Tunisiens ont dit non, il ne faut pas, on va payer le loyer. Ou Khadem Khim Twins, c'est ça. Khim Twins. Mais quoi que ça rire? Tu es ton, c'est qui dit, tu es trop, tu es trop, tu es trop, tu es trop, tu es ما يقولكش مش انت خلصها ولكن في النظافه ما ثماش خير منها. في النظافه تصدق تدخل الحانوت تنظف لك من اش كازات فهمتني وخدامين في نقولها عمل حاجه تعملها ما غير في المحنه كيما كورونا توا تخفوا معاها انتم معناتها تخلصوا فيها حتى كيما تبدا مسكر خالصين ولكن تبدا ما تخدمش انت تعاونها بتبيع هاك تنزل تنزل ما يكتب من ربي تاخذ كتب من ربي ما يخليهاش خاطر عندي حانوت البر تخدم البر حانوت البراني فهمتني امين يا ربي عايشك عايشك خويا مثل حبست فيها ما تخلصت فيهم معناتها ما مثل اللي قعدت خالص وماكش خالص خالص انا خلصت خالص خالص فيني وين انا نخدم معاهم عندي برشا معناها ملي حلينا نخدم معاه تو قريب 30 سنه ولا سنه سياس كل شيء اموري مريقله معاهم الحق الحمد لله هم مسكر لا خلصني حتى وهم مسكرين خلصوني لازم مسكر لا الحمد لله لا خويا بارك الله عايشك خويا عايشك يا عمر احنا في المرشي لان الحوايط المزمر مش يطيش زوز ملايين حوت والله الحوايط المزمر مش يطيش زوز ملايين حوت شكون باش يعوضهم لي انا زوز ملايين ربي يجيب القسم خلينا نشوفوا الاسويه نتاع الحوت اعطينا توا خويا سلام خويا اي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك فلوتاش 980 14000 مرجان 10080
تريلي 14.80، القرنيط 22.800، المنكوس 11.800، هذاك السفن انا منكوس هذاك 11.80، عندي سول 24.800، النزال لي 15000 برك، اول رمضان 19.80 هذاك توا 15000، شفرات 22.800 خشينا ماهيش جويد. رمضان خويا شنو هي الاجواء غاليه خويا غاليه، واحد تعب غاليه والله زوالي حليلو يتفرج ويروح. انت مثلا اليوم شين ميني شي شغال فطر اليوم؟ اليوم ان شاء الله كسكسي بكعيب ولد بحر، صليت من شويه وفايم شرب يا ربي يرضاك ونعمه بالله. هذه اختيارك انت ولا مدام؟ لا اختيارنا من البارح هذا مبرمج. معناتها كل واحد الشيء هي حاجه. بالطبيعه اي اي ان شاء الله. تدخل لك المدام وتهبط تاخذ. بالطبيعه اش عندنا نعملوا؟ من اقدم الحوايات هذا حوت فهمتني يقول لك نتاع خاتم سيدنا سليمان. ها هو سان بيير هذا. ريتو سان بيير هذا. هذا فهمتني اقدم حوت هذا نتاع الديناصورات يقول لك من قبل. هذا مسمينه خاتم سيدنا سليمان، شد الكعبه هكا وسيبها في البحر. اها هذا نتاع وسق فيها سبحان الله. اي والله هذا نتاع وسق، تعرف هذا بقداش ولا؟ اقسم بالله فهمتني يوصل ب 27 ب 28 وما تشوفوش. يسقوه خويا 19000. والحوت قداش تعمل ميزان؟ تعمل كيلو 300 كيلو 200 غرام، بالله العزيز مشري ب 20000 هذا دينار التالي فيه، اقسم بالله. مشري ب 20 دينار. خويا هذا يجي باني. باني بنين برشا. بنين برشا. حوت نتاع ملوك هذا يا ساه. لا فيه شوك لا فيه شيء. يحشى الحوت فيه الشهر ونص. بالله العزيز فهمتني البحر خيرات ربي فيه. علاش يقول لك الراحة البيولوجية باهية فهمتني توا يعطوها في السيف. الراحة البيولوجية باهية كعبة الحوت فهمتني تتفرهد وتكبر وتتحسن. ناخذ الحم نبدا في القضيه نتاعنا من هنا. نبداو بالحم ساعه ومن بعد كان نمشي ونقضي خضرتنا بيان سور. هذه قضيه رمضان القناه شنو فيها نسوها للي يستحقها. وانا باش ناخذ من عندك الحم وباش نقصدوا ربي. اعطينا كيلو. قداش هذوما؟ هذوما كذوما عندي انا. ما تشوفش اللي يستحقوا بصحه وفرحه. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. عايشك. كله كمان عندي انا بس من غير ما تدي شيء. لا لا على الاقل خلصوا خلصوا معك. خلينا نخلصوا معك ام وحاج. خذ الميساج. يعطيك الصحة ربي يعينك. ديديكاس للمرأة نتاعي يا ربي يفضل. نعم يا خويا شافوا هنايا بالحق. خايف لا هذه باش تاخذ توصية هذه باخذ توصية. ديديكاس للمرأة نتاعي يا ربي يفضلها لي مرايتي حبلة. اللهم صل على النبي. صلى ربي يخلصوا حاله. يفضل لي بابا وخواياتي. خايف لا يولد ولا شقه وفتره ذي. الناس الخير موجوده بالرغم هنا قضينا وقال لك لا بالشويه. فما عبد تحب تعمل الخير فما يحب يعمل الخير. تعاون. يرحم والديك. التونسي للتونسي بالحق رحمه. خويا يرحم والديك. اي الملسوقه. الملسوقه اي دياري ملسوقه باهيه. هاي بيعطيني توزينه مسوق. يعطيك صح. هاي حاجه. هاي يعطيك صح. تو نشوفوا عطار نكملوا ناخذوا اللي قعدنا. هاي انا زوز حكوكات ما تنبوكيل زوز رؤس وزوز طن وزوز شربة عندك 7 7 14 زوز كسكسي زوز كسكسي وهريسه بعد هريسه وشنو يحط لي هو واحد زيت هذيك والزيت هذيك هذه
هنا وثلاثين وما نعرفش قداش. 700 قداش يرحم والديك. نشريها بالفلوس مثالش هوز مثالش ما كوش من فلوس. صح. ولا انتم تعاونوا واحنا نعاونوا وما تعاونوش وحدكم. الناس كون تعاون. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. نورمال لاباس احنا والله رايد بحاجة باهية فينا نهزوا بعضنا برشا. هذيك الحاجة باهية. والله هذيك. الناس بالناس والناس يرحم والديك أحلى حاجة وأحلى فازة عاملين هذه. أنا تعجبني. يا خويا إن شاء الله ربي يثبت أجركم. ويثبت أجرنا احنا معكم. يرحم والديكم. وعندنا حتى مزيان. نكملوا ناخذوا طرف جبن و نورمالمون نكملوا نخدموا. انت شبوني تو بجنبك شو صحاب كله. اي دلل اي. اعطيني جبن مرحي حلو. موزاريلا. هيد موزاريلا ناخذ موزاريلا. موزاريلا عربي تشيخ عليها هذيك. وشويه قوتا. مسك معناتها الحلويات لازمه معناتها الحلويات لازمه بعد شقال الفطر مع قهوة عربي. يا ودي كيفاش نشيخوه اليوم؟ والله مازال ماشي هذا الزوالي خا نشيخوه. نشيخوه هكا. طيب خويا. هي الطرفة هريسة مش ما. عيدنا له يرحم والديك. يا ودي مرحبا بكم حتى في العيد الصغير يجوا قبل العيد الصغير بنهار يهز عيده. يرحم والديك. والله مرحبا بكم. خلينا نقسموا الاجر على قليله انت وانا ما يسالش والله. والله هنا. اجر نقسموه هو شويه ليك وشويه لي. زيدو قلت لك بالعيد الصغير يجوا مرحبا بكم يهز عيدو زاد. يرحم والديك. والله العظيم مرحبا بكم. يعطيك الصحة. عايش حق التونسي للتونسي. هذاك الايام هذا. اذا ما يلقانيش في وقت الشدة وقت ما يدوم شيء ما يدوم حال. ناس الخير دلونا على اللي يستحقها. توا نحن خلطنا باش نهبطوا له قضيته ان شاء الله ونمشوا على رواحنا. بسم الله. بسم الله. شد معي القفة ما غادي نحطك هنا. أنا نحطوها له بالقديم باش كي يشوفها تبدأ مزيانة زادة. اي. عسلامة مدام. هذه قضيتنا اللي كنتي ومن اهداء قناه الجنوبيه وفما ناس الخير اللي عاونت زاده معنا. يعطيكم ورمضانكم مبروك. يعطيك الصحه. ربي فضلك. توا هز قضيتك وما ترجع لي كانك القفيفه. حتى نوصل معك قدام للدار. داخل اجا داخل معنا. يعطيك الصحه مدام وشهية طيبه. عايشك يرحم والديكم. بارك الله فيكم. يعطيك الصحة وانا شمزي. بارك الله فيك. شاي طيبة. عايشك. شاي طيبة. عايشك.